وليفرين. وليفرين حيوان قوي يشبه الدب الصغير، ولكنه في الواقع أكبر عضو في عائلة ابن عرس، حيث يبلغ حجم الرأس والجسم من 26 إلى 34 بوصة، والذيل من 7 إلى 10 بوصات. أما الوزن فيقدر ما بين 24 إلى 40 رطل. أقدام ليفرين الأمامية لها مخالب طويلة وقوية تساعدها على تسلق الأشجار. هذه الحيوانات تعيش حياة منعزلة، فمتوسط العمر الافتراضي في البرية من 7 إلى 12 عاما، وتحتاج إلى مساحة كبيرة للتجول. قد يسافر ل15 ميل في اليوم بحثاً عن الطعام. بسبب متطلبات الموائل هذا، يعيش ليفرين في الغابات الشمالية النائية والتياغا والتندرا في خطوط العرض الشمالية لأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ويأكل القليل من الأطعمة النباتية مثل نباتات والتوت في فصل الصيف، لكن هذا لا يشكل جزءا كبيرا من نظامها الغذائي، فهم مفترسون عنيدون يميلون أكثر للحوم. تصطاد ليفرين الفرائس الصغيرة مثل الأرانب والقوارض، ولكنها قد تهاجم حيوانات تزيد عن حجمها بعدة مرات مثل الوعل. لكن إذا بدت الفريسة ضعيفة أو مصابة، يتغذى هؤلاء الانتهازيين أيضا على جثث الثدييات الكبيرة. نذكر مثلا الأيائلة والغزلان والوعل. قد تكون ليفرين عضلية وقوية، لكن قوة عضها معتدلة القوة، يمكن أن تعض ما بين 50 و58 رطلا. يحدد الذكور مناطقهم برائحتهم، لكنهم يشاركونها مع العديد من الإناث، ويعتقد أنهم متعددو الزوجات. تمتلك ليفرين فروا متينا وجذابا جعلها ذات يوم هدفا رئيسيا للصيادين في أمريكا الشمالية. غرير العسل. غرير العسل حيوان قصير ممتلئ الجسم بأرجل قوية ذات مخالب طويلة للحفر والدفاع. لها شعر كثيف خشن وأسود في الغالب، مع شريط عريض رمادي أبيض يمتد على رأسه إلى أطراف الذيل. جلدهم سميك إلى حد ما، ويتدلى بشكل فضفاض من أجسادهم، يسمح ذلك لهم بالالتفاف والالتواء بحرية. غرير العسل أصغر بكثير من ليفرين، حيث يبلغ حجمه من 9 إلى 11 بوصة عند ارتفاع الكتف، وبطول من 55 إلى 77 سنتيمتر. متوسط العمر المتوقع 24 عاما في الأسر. أما عن الوزن فيبلغ من 13 إلى 30 رطل. يعيش الغرير في شمال الهند إلى شبه الجزيرة العربية وفي جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستثناء مدغشقر. يمكن لغرير العسل حفر جحورهم في أي مكان تقريبا في الأرض أو في جذع الشجرة أو في كومة قديمة من النمل الأبيض، ومع ذلك فهي ماهرة في الحفر، حيث تحفر ما يصل إلى 3 أمتار. بدلا من ذلك يمكنهم أيضا الاستيلاء على الجحور التي حفرتها حيوانات أخرى مثل النمس وثعالب الرأس والخنازير. غرير العسل لديه استثناء بالنسبة للأكل، كل شيء يمكن أن يكون في قائمة طعامهم من الحيوانات الصغيرة إلى صغار الثدييات الكبيرة. إنهم يفترسون الطيور والحشرات والجيف والفئران وحتى القليل من النباتات مثل الفواكه الغنية بالعصارة، كما أن السحالي والأفاعي السامة هي وجبة كذلك. غرير العسل محصن ضد السم، ولا ننسى طبعا طعامه المفضل العسل.
يمتلك غرير العسل فكاً قوياً، قوياً بما يكفي لكسر قشرة السلحفاة وأسناناً حادة، رغم أنها ليست كبيرة مثل الوليفرين، لكن قوة عضها استثنائية جداً مقارنة بحجمها، حيث تقدر ب47 رطل. من سيفوز؟ هذه الحيوانات تشبه بعضها البعض في نواحي كثيرة نظرا لأنهم ينتمون إلى نفس العائلة، فإن ميزاتهم التشريحية متشابهة، وبالتالي يصعب تفضيل واحد على الآخر. ومع ذلك فإن غرير العسل أصغر نسبيا من وليفرين، مما يمنح خصمه ميزة الحجم. ويتميز وليفرين أيضا بعضلات الفك القوية التي تسمح له بأكل كل جزء من الحيوان بما في ذلك الحوافر والعظام والأسنان، لكن القتال مع غرير العسل سيتطلب أكثر من مجرد حجم وعضلات، حيث من المعروف أنها تحارب الأسود والحيوانات المفترسة الأخرى الأكبر حجما. غرير العسل شرس وهو أكثر المخلوقات شجاعة في العالم، وقد تم تصويره وهو يقاتل خصومه بشراسة، فهو يهاجمهم بلا كلل أو ملل حتى ييأس عدوه. على الرغم من أن نسبة الحجم في صالح وليفرين، فإن جلد الغرير الفضفاض سيمكنهم من الالتفاف والالتواء بسرعة للحصول على الوضع الصحيح تماما لمهاجمة وجه وليفرين بمخالبه الطويلة الحادة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمتلك وليفرين على العديد من الحيوانات المفترسة له مثل غرير العسل، على الرغم من أنها ميزة إلا أنها عيب أيضا فيما يتعلق بخبرة القتال، لأنه لن يكون قادرا على الصمود أمام الغرير المتمرس الذي لا يكل ولا يمل والمعروف بعناده. في رأي قناتنا سيكون غرير العسل هو الفائز بالمعركة. وأنت عزيزي المشاهد، أخبرنا برأيك في التعليقات.